نبدأ الشابتر عندنا. أول شابتر كان التروما وميكانيزم أوفر فيو، ميكانيزم أوف تروما. والتاني شابتر اتكلمنا عن الشوك. تالت شابتر اتكلمنا عن السوفت تيشو. عندنا شابتر 39 بيتكلم على البير. اللي يحب يسأل على حاجة يكلمنا على الشات أو حتى يفتح ميوت ويكلمنا. شابتر البير دي من الشابترز المهمة جدا في الاختبار في الفاينل بالذات، وبرضه مهم جدا جدا في شغلكم أو في الحياة العملية يعني. في كمية معلومات جميلة جدا هتفيدكم، سواء أنواع البيرن أو إزاي إن أنا أحسب حجم البيرن أو خطورته سيفيريتي، إزاي أعمل أسسمنت للبيرن، إزاي أعمل مانجمنت أوف بيرن، مشكلة البيرن إيه أو الهازرز أوف بيرن إيه. شابتر لذيذ وطريف إن شاء الله. المحاضرة كنا هنديها النهاردة على مرة واحدة بس عشان متبقاش طويلة عليكم لأن دسم شوية الشابتر، فاحنا هناخد إن شاء الله نص النهاردة ونص يوم الاثنين زي ما قلنا. هنزيد محاضرة كمان يوم الاثنين برضو 9 الصبح إن شاء الله. البيرن بيقول لك الـ devastating form of trauma، نوع من أنواع التروما بيبقى معها high mortality rate، فيها حالة وفيات كتيرة وهنعرف ليه هي fatal أو بتسبب الـ death. Lengthy rehabilitation، بتحتاج تأهيل فترة كبيرة. الناس اللي عندها حروق أو سكار كبيرة أو الناس اللي جات لها سكار عملت لها cosmetic disfigurement تشوه أو عملت لها permanent physical disability، لما الحروق بتيجي على الجوينت او على المصل بتعمل كونتراكشر او بتشد المكان بتاع الجوينت ده يبقى ستيف، او المكان بتاع العضله دي تبقى ستيف، فبتقلل الحركه وبتقلل الفيزيكال او بتعمل فيزيكال ديسابيلتي. فدي مقدمه عن او الابيديميولوجي اوف بيرن. فبيقول لك البيرن دي حاجه ديفاستيتنج او نوع سيء جدا من انواع التروما، قلنا لان في مورتاليتي وفي موربيديتي، موربيديتي في الديسفيجرمنت في التشوهات، وموربيديتي في انها بتعمل permanent physical disability. كل دي مقدمة عن البيرن. بيقولك ان الموربيديتي والمورتاليتي بتفرق من الميل للفيميل، في السن، في السوشيو ايكونوميك ستيتس، ولقوا ان هي بالنسبة للجندر بتبقى اكتر في الميل طبعا لانه اكتر عرضة في النزول الشارع وفي الورك بليسز، الاماكن العمل ممكن يتعرض ليها. والايدج لقوا ان المعظم بيبقى فيه العرض اكتر للفيتاليتي، بيبقوا يا اما التشيلدرن يا اما الاولد ايدج، الاكستريميتي اوف ايدج يعني الاطفال الكبار السن هم اكتر عرضه للوفاه من البيرن. واخر حاجه السوشيو ايكونوميك ستيتس، دايما منتشره البيرن في اللور انكم هاوس هولد او في الناس اللي عايشه في مستوى اقل طبعا، عشان مش بيبقى مكان ما فيش فيه تهويه كويسه، لو في تسريب غاز ما فيش عنده انذار حريق للفاير، ما فيش انذار، يعني عوامل كتيره. فالبوفرتي او اللو انكم من العوامل اللي بتزود الانسيدنس اوف بيرن. يبقى كل دي مقدمه في البيرن. الكلام المهم يجي هقول لكم ايه المهم ليه، وهبعت لكم برضو الهاند اوت اللي احنا عاملينه في الكلام المفيد للشغل. يبقى عندنا بالنسبه للجندر مور كومون في الميل، الايدج اكتر خطوره في اليونج ايدج او التشايلد او الالدر، الاكستريميتيز اوف ايدج يعني اول ونهايه العمر. والسوشيو ايكونوميك ستيتس بتبقى اكتر في اللور انكم هاوس هولد. نيجي لبدايه الكلام المهم او الكلام الكلينيكال، الميجر سورسز اوف بيرن. ايه هي اسباب البيرن؟ البيرن دي يا اما بتبقى ثيرمال حراريه أو كيميكال، مادة كيميكال، إلكتريكال كهربائية، راديشن إشعاع. هم دول الأربع أنواع أو الميجور سورس أوف بيرن، مفيش أنواع تانية غيرها. طبعًا الموست كومون هي الثيرمال، أو الموست كومون فورم أوف بيرن هي الثيرمال. والناس دايمًا عندها تخيل إن البيرن هي ثيرمال، البيرن يعني حرارة، البيرن يعني فاير حريق أو فليم لهب أو سائل ساخن او ان انا لمست سطح ساخن، كل ده بالنسبه لي هو البيرن. لا، البيرن له انواع كتيره، ماده المواد الكيميكال زي المنظفات والمطهرات
لو نزلت على الايد بتركيز عالي ممكن تعمل بيرن، مش بيرن بالمفهوم اللي هو الحريق، لكنها تعمل انجري وبريك داون للسكين، هيديك شكل بالظبط البيرن من السيرمال انجري. برضه نفس الكلام في الالكتريكال، الالكتريكال برضه نفس الكلام، ممكن لو انا حصل مس كهربائي يحصل فاير او انا دايركت كونتاكت مع سورس اوف الكتريستي ممكن يعمل لي انجري او يعمل لي بيرن. الراديشن والاشعاع وده رير قوي لما بيكون في ماده مشعه، ودي حاجه ان كومون يعني فورم اوف بيرن، لكن دايما الموست كومون هو السيرمال بيرن. هناخد واحده واحده من دول، الشابتر كبير وكل جزء فيه بيتكلم عن نوع من انواع البيرن. هناخد الاول اوفر فيو عنهم الاربعه، وبعد كده هنشرح السيرمال اليوم ان شاء الله. يبقى الميجر سورسز اوف بيرن يا اما سيرمال حراريه، كيميكال، الكتريكال كهربائيه او راديشن. نيجي للسيرمال بيرن. السيرمال بيرن يا اما ممكن انا يحصل لي حريق، البيرن ده يحصل ازاي؟ يا يحصل لي عن طريق فليم عادي، حطيت ايدي على نار مباشر فليم لهب، او سكالدس اللي هي سوائل ساخنه هوت ليكويد، مثلا بغلي مويه، بغلي شاي، اي حاجه قهوه، اي حاجه ساخنه نزلت على ايدي عملت بيرن بسميها سكالد. او انا عملت كونتاكت مع هوت سبستنس، يعني انا في مثلا قدره او اناء ساخن وانا لمسته، مفيش احتمال رابع غير كده. يبقى السيرمال بيرن دي يا اما دايركت فليم حطيت ايدي على لهب مباشر، او سكالدس اللي هو هوت ليكويد نزل على ايدي او سال على ايدي، او كونتاكت مع هوت اوبجكت كوب ساخن، اناء، اي حاجه ساخنه وحطيت ايدي عليها. طب حجم البيرن ده هيعتمد على ايه؟ على حاجتين، درجة حرارة الاوبجكت ده، واللينس او الديوريشن اوف اكسبوجر، يعني درجة حرارة الشيء ده كانت قد ايه تقريبا وقتها، وقعدت قد ايه ان كونتاكت، يعني لو انا تعرضت لفليم هل انا حطيت ايدي وشلت بسرعة في لحظيا، ولا انا فضلت متحاصر بالفاير وبالفليم فترة طويلة، فساعتها البيرن هيبقى اكستنسيف. طب السكيلد الليكويد هل كان درجة حرارته 40 50 60 70؟ طب نزل على ايدي انا رحت بسرعة وغسلت بموية باردة، ولا فضل على ايدي فترة طويلة؟ فكل ده مهم جدا، مهم جدا يا جماعة. يبقى درجة البيرن او درجة الحريق اللي بتحصل لي معتمدة على تمبريتشر او ديجري اوف تمبريتشر، درجة الحرارة، وتاني حاجة قعدت وقت قد ايه، او لينس او ديوريشن اوف اكسبوجر. حاجة بديهية جدا، درجة حرارة وفترة التعرض ليه. بيقول لك والله عند درجة حرارة 44 عشان لو هوت ليكويد مثلا درجة حرارة 44 او اوت اوبجكت عشان يحصل لي بيرن انا محتاج 6 ساعات، فبيقول لك ان درجة حرارة 44 دي ما تسببش بيرن. عشان يحصل لك بيرن عايز تفضل ان كونتاكت مثلا مع كوب ساخن درجة حرارته 44 تفضل ان كونتاكت معاه 6 ساعات. يعني ملوش افكت. من 44 ل 51 تبدا كل درجة تزيد، تزود درجة الحرارة، تزود تدبل درجة البيرن. امتى اقول بقى ان هيحصل لي بيرن immediately؟ اول ما توصل لدرجه حراره 70. من 70 وانت طالع لدرجه الغليان 70 انا محتاج بس 1 سكند عشان يحصل لي بيرن. معايا يا شباب مفهوم؟ معاك. يبقى انا بدايه الخطوره او بدايه ما انا اقول ان انا ممكن يحصل لي بيرن هي at 70 degrees celsius، 70 درجة سيليزيوس هبدأ أفكر ساعتها إن اللي هيحصل لي بيرن ات مومنت في نفس الثانية ونفس اللحظة. وان سكند. إنما درجة 44 ديت عايز لك 6 ساعات فهي ان افكتيف، بعد كده تبدأ تزيد بالتدريج لحد ما نوصل لدرجة حرارة 70، ساعتها البيرن هيحصل في نفس الثانية في نفس اللحظة. فاكتورز بقى، في شوية فاكتورز بتأثر على الأبيليتي أوف البودي تو ريزيست البيرن انجري. في شوية عوامل كده بيساعدوك ممكن تتحمل الحرق شوية، أو الناس تختلف عن بعضها في التحمل ده. في حاجتين لهم علاقة بالسيركيوليشن. هل أنت ويل هايدريتد ووتر كونتنت عندك في السكين كويس ولا لأ؟ والبريفرال سيركيوليشن. لو أنت عندك السيركيوليشن بريفرال كويسة وعندك جسمك فيه كمية ووتر كويسة يبقى هتتحمل الحريق شوية. تخيل الراجل الاولد ايدج ده بتبقى ديهايدريتد
الاند، والسيركيوليشن عنده البريفرال ضعيفه، عشان كده البيرن بيسيب اثر كبير جدا جدا في الجيرياتريك او في الاولد ايج. فمهم جدا يكون الجسم ويل هايدريتد، في ووتر كويس او ووتر كونتنت كويس، وفي بريفرال سيركيوليشن. واكتر ناس مثال على كده قلنا الناس الاولد ايج بيبقوا دي هايدريتد، مفيش فيهم ووتر كونتنت في السكن، والبريفرال سيركيوليشن بتاعه ضعيفه، وبالتالي البيرن بيسيب اثر كبير عليهم. نفس الكلام السكن السكنس بتاعه بيفرق. هو في ناس السكن عندها ضعيف، الاولد ايج تلاقي السكن عنده بقى ضعيف وفي بيجمنتيشن، سن خالص، رفيع خالص، فبالتالي بيحصل فيه بيرن يتحرق بسهوله. انما كل لما السكنس في السكن بيزيد وطبقه الابيديرمس والديرمس والسبكتينيوس تيشو كل ده موجود وفي فول سكنس يقاوم درجه البيرن شويه. تخيل واحد بقى عنده في الاولد ايج فقد النسكو سبكتينيوس فات والسكن بقى ضعيف وترانسبيرنت وبقى فقد الالاستيسيتي، فيحصل فيه بيرن يبقى سيفير افكت عليه. في كمان فاكتور كمان، لو انت حظك حلو كنت حاطط كريم او سكين اويل او اي حاجه، او الناس اللي هي عندها شعر كثيف، كل الحاجات دي بتقلل درجه البيرن. ليه؟ البيرن بيمسك شويه في الهير يحرقه، فعلى ما يوصل للسكين ياخد وقت. لو انا حاطط كريم او اويل او اي حاجه تبقى كانها عازل لدرجه الحراره، كانها عازل لدرجه الحراره. يبقى عندنا الفاكتورز اللي بتأفكت ان الجسم يريزيست درجة البيرن او البيرن انجري. قلنا ثلاث حاجات امثله ليهم في الناس الاولد ايج: ناس الدهايدريتد والسكين بقى سن والسيركوليشن بقى ضعيفة البريفر. ده مثال الناس الاولد ايج مشهورة جدا. يبقى الووتر كونتنت هيفرق والسكنس والبريفر سيركوليشن. ضيف ليهم ان انت تكون محظوظ بانسيوليتنج سبستانس، لو انت حاطط سكين اويل او كريم مثلا، او الناس اللي عندها هيفي هير فبيحميهم شويه من البرد او من درجه البرد. دي اوفر فيو كده للثيرمال برد. تاني نوع من انواع البرد هو الكيميكال برد. مهم جدا تفهم ان الكيميكال برد ده في حد ذاته هو مش درجه حراره عاليه. هي ماده كيماويه بتدخل السكن تديسربت البروتين ستراكشر وتعمل بريك داون للسكن، بتدمر السكن فتديك في الاخر شكل البيرن. انما هي مش ثيرمال، مش درجه حراره، it is not a heat, it is a chemical change in the skin. يبقى هي في حد ذاتها مش حراره، عشان ما تفهمش ان مفهوم الكيميكال ان هي درجه حراره عاليه. هي ماده كيماويه سواء الكالي او اسيد دخلت السكن كسرته، عملت له بريك داون، فعملت انجري بالظبط شبه الثيرمال بيرن. السيفيريتي، حد كده يقول لي السيفيريتي اوف الكيميكال بيرن بتعتمد على ايه؟ احنا قلنا البيرن قلنا ان درجه الحراره والديوريشن اوف اكسبوجر. طب درجه السيفيريتي اوف الكيميكال بيرن بتعتمد على ايه؟ نوعية الحمض اللي هو الكيميكال، نوعية الكيميكال. جميل، ايه كمان؟ علي نايم ولا ايه؟ نعم علي شغل الفيديو نايم. قول يا مصطفى ايه تاني ممكن يكون ايه تاني بيحدد السيفيريتي اوف كيميكال بير؟ الاسيد اكتر من الالكالي؟ ممكن. ممكن. متأكد علي؟ أنا عليك علي. لا وياك. حاسس إن أنت عزيمتك ضعيفة علي. لا ليش؟ حاسس كده. طيب ال السيفيريتي أوف الكيميكال بيرن بتعتمد على إيه؟ لا. محمد قال نوع الكيميكال. ماشي، إيه كمان؟ المكان اللي صادته. صح، المكان، هل هو على الفيس ولا على البريفري؟ كل ما هيبقى في مكان خطر هيبقى السيفيريتي اعلى. على الاي، ايه كمان؟ وقت اللي يبل الكيميكال على البارت اوف بادي الايه؟ التايم، الديوريشن. صح، ممتاز جدا. الديوريشن مهم جدا، الكلام ده ممتاز يا جماعه. وكمان الكونسنتريشن، اهلا يا عدنان. الكونسنتريشن كمان التركيز، يعني تلاقي عندنا المنظفات اللي في المنزل اللي هي الهاوس هولد ديترجن، هتلاقي تركيزها مثلا تلاقي مكتوب عليه
الكلور مثلا تركيزه 70% 10% 30% او مركز بالكامل. التركيز ده هيفرق، لو مركز كامل هتلاقي هتلاقي الاصابه تبقى البيرن اكبر، لو تركيزه خفيف هيبقى الاصابه اقل. برضو الحاجات المنظفه للارضيات اللي هي بتبقى الكاليز، الالكالي ده كل ما تركيزه هيعلى كل ما الاصابه هتزيد. كل لو كان متخفف في مويه مثلا، لو الفيميل اللي بتشتغل في المنزل او بتنظف ومخففاه في مويه، فبالتالي الانجري هتبقى اقل. يبقى اول حاجه التيشو افكتد، نوع الايجنت هو اسيد ولا الكالي ولا اورجانيك، كونسنتريشن التركيز كميه، الديوريشن اوف كونتاكت، هل فضل على ايدي فتره طويله ولا الست دي جرت بسرعه راحت غسلته بمويه بووتر وعملت اريجيشن كويس وخففت الماده الكيميكال دي. طيب نوع الايجنت بقى دي، هل الاسيد اخطر ولا الالكالي؟ الاسيد طبعا، المور ديستركتيف اللي هيدمر التيشو اكتر، الاسيد ولا الالكالي؟ الاسيد طبعا. حد يقول حاجه عكس الكلام ده؟ كان الالكالي. مين اللي بيقول الالكالي؟ محمد. يا عدنان رايك ايه؟ اهلا دكتور، رايك ايه في الكلام ده ولا لسه بتسمع؟ والله والله هو مو فاهم لسه، بس اتوقع الاسيد. اتوقع طيب يا شباب، الموست ديستركتيف او اللي له الكوفاكتيف افكت على السكين هو الالكالي. الالكالي هو الاخطر من الاسيد، الالكالي هو اللي بيعمل الكوفاكشن، بيسيح السكين، بيخلي السكين ينصهر كده. ده الالكالي اللي هي المواد المنظفه اللي موجوده في الحمام، اللي هي الديترجنت الفلاش والمنظفات الارضيه كل اللي هي القلويه. ايه الالكالي هي الاخطر ومور ديستركتيف زي الاسيد، عشان كده بيقول لك نوع الايجنت بيفرق في السيفيريتي اوف كيميكال انجري. قصده نوع الايجنت هنا ان هو يقول لك ان الالكالي لو كان الكالي هيعمل مور سيفير كيميكال بيرن، لو كان اسيد هتبقى ليس سيفير كيميكال بيرن. وهناخد الكلام ده بالتفصيل لما نيجي نشرح الكيميكال بيرن المحاضره الجايه. مهم السؤال ده يا جماعه، سيفيريتي اوف كيميكال انجري قلنا بيعتمد على المكان، نوع الايجنت هل هو اسيد ولا الكالي، تركيزه والديوريشن اوف. قلنا الاسيد موجوده دايما في الاولد كليننج برودكت، وبتبقى خطورتها قلنا المكان زي التيشو افكتد، قلنا لو جت على الايز حصل انهيليشن، الناس اللي لو تركيز الكلور عالي مثلا وحصل انهيليشن انجري ليها بتعمل اير واي اوبستراكشن وبتحتاج ايرلي انتوبيشن. وزي ما قلنا ان الالكالي هي المور ديستركتيف لان لها ليكويفاكتيف افكت على السكن، بتسيح السكن، بتدخل على التيشو تعمل له ديستركشن فبتعمل سيفير بيرن. ثالث مثال من امثله البيرن هو الالكتريكال بيرن. يبقى بنتكلم عن انواع الحرويه عدنان، اول حاجه السيرمال الحراري وده اشهر نوع، وتاني حاجه الكيميكال، وثالث حاجه الالكتريكال. احنا بناخد اوفر فيو سريع عن الانواع، بعد كده هنشرح النهارده بالتفصيل السيرمال. الالكتريكال بيرن، الالكتريكال بيرن بتحصل اصابه ازاي؟ الالكتريكال بيرن يا اما دايركت كونتاكت، يعني انا حطيت ايدي على السورس اوف الكتريستي، حطيت ايدي على مصدر كهرباء وحصل لي دايركت الكتريكال شوك، او الالكتريستي دي اتحولت لثيرمال انجري. يعني الالكتريستي دي لما بيحصل مس كهربائي ممكن تساعد على اشتعال اي حاجه موجوده في الغرفه وتقوم راح عامله لي فاير، فهي اتحولت لثيرمال انجري. في نوع ثالث بقى، ان لما بيحصل حاجه اسمها مس كهربي ما بين تو سورسز اوف الكتريستي، بالذات في اماكن الضغط العالي، ده مكان في سورس اوف الكتريستي وده مكان في سورس اوف الكتريستي، بيحصل حاجه اسمها الكتريكال ارك. ارك ده يعني زي ما يكون شعاع او قوس من الكهرباء بيعدي ما بين التو سورسز كده، ده المس الكهرباء. لو انت حظك وحش بقى واقف في النص هنا، هو ده ثالث نوع من انواع الكتريكال بيرن. يبقى الكتريكال بيرن او الكتريكال نفس لما ينتقل بال دايركت عن طريق ان انا حاطط ايدي على السورس اوف الكتريستي، يا اما انا اتحولت لثيرمال انجري عن طريق اللي هي اجنيشن، عملت شعله وعملت فاير، اتحولت لفاير، او عن طريق ان انا كنت في نص ما بين الارك، والكلام ده هناخده بالتفصيل ان شاء الله في الجزء بتاع الالكتريستي او الالكتريكال بيرن المحاضره الجايه ان شاء الله. قلنا ادي الارك بيجامب بيعدي ما بين تو بوينت، والمشكله لو جسمك كان في النص، واخر نوع كان الفليم بيرن اللي هو بيتحول او بيعمل اجنيشن، بيشتعل لاي شيء، الكلوزس او لاي حاجه او اي مصدر فويل ويعمل حريق فاير فعليا، ده الالكتريكال بيرن.
الراديشن بيرن دي كوزد باي راديشن سواء ايونيه او غير ايونيه، ايونايزنج او نون ايونايزنج اللي هي الالفا والجاما والحاجات دي هناخدها في بتعتمد على الليفل اوف اكسبوجر، ودي سمول بيرسنتج اوف بيرن انجريز يعني حاجه نادره جدا يعني مش كل الناس بتتعرض للراديشن بيرن. كان اوفر فيو كده عن انواع البيرنز اللي هي ثيرمال كيميكال الكتريكال وراديشن، كل واحده فيهم هتشرح بالتفصيل، والنهارده هنشرح السم. زي ما خدنا الريسبونس للجسم للسوفت تيشو انجري، وقلنا ان الجسم لما بيحصل سوفت تيشو انجري بيعمل تو ريسبونسز، ريسبونس فاسكولار الغرض منه ان هو يعمل هيموستيزيس ويوقف البليدنج، وبيعمل ريسبونس تاني انفلاماتوري والغرض منه ان هو يستارت عمليه الهيلينج. نفس الكلام هنا البيرن لما بتحصل يعمل لك تو ريسبونس. لو البيرن كان مايلد خفيف خالص درجه بيرن خفيفه هتعمل لك لوكال ريسبونس بس، المكان الريسبونس بس اللي هو الريدنس والسويلنج، وهناخد بالتفصيل اللوكال ريسبونس ده بيبقى ازاي. انما لو سيفير بيرن هتعمل لك لوكال على مستوى السكين بيرن، وسيستميك هتعمل لك شوك. ان احنا قلنا ان البيرن احد اسباب الهايبوفوليميك شوك، وهنعرف ازاي بتعمل شوك. يبقى لو البيرن خفيفه او ضربه خفيفه او ضعيفه هتعمل لي لوكال ريسبونس بس اللي هو المنظر اللي احنا بنشوفه على السكين، هتبقى حاجه لوكال بس ملوش تاثير على الجسم. انما لو سيفير بيرن او سيفير ديجري اوف بيرن هتعمل لي لوكال وهتعمل لي سيستميك. خلينا في اللوكال ريسبونس دلوقتي. لما بيحصل بيرن للسكن هتلاقي شويه خلايا ديسترويد اتدمرت في وقتها وريفيرسبل انجري ومش هترجع تاني، جزء خلايا زي ماتت كده ونكروزس وماتت خلاص، وفي جزء تاني حواليها ماي سيرفايف لو انت عملت جود ريسوسيتيشن واعطيت فلويد كويس وهنا وعملت مانجمنت للبيرن كويس ممكن تعيش. خلينا ناخد شكل الايه اللوكال ريسبونس. لما بيحصل بيرن بيبقى شكل البيرن كده، الجزء اللي في النص ده بيبقى نيكروزس خلاص ماتت، بنسميها الزون اوف كواجيوليشن، ده جزء مات خلاص. الجزء الثاني حواليها اللي بيبقى فيها الخلايا يعني ممكن تعيش، لو عملت ايرلي ريسوسيتيشن هترجع، سبتها هتموت زي المنطقه اللي في النص دي. اخر منطقه في الاخر خالص المنطقه ديت بيبقى فيها هايبريميا او بيبقى فيها انفلاميشن وريدنس ريسبونس حواليها، لو انت حصل لك حرق بسيط كده على السكن هتلاقي حواليه جزء كده بينك لونه بينك انفليمد واديما واديمتس. يبقى الجزء اللي في النص ده بيبقى نيكروز او كواجيليشن مات خلاص، الجزء اللي حواليه يعني 50-50 يا تلحقه يا ما تلحقوش، يا تديله ريسوسيتيشن كويس ويرجع يعيش ويبقى فايبل، يا هيموت زي اللي في النص. اخر جزء اللي في الاخر ده اللي هو الهايبريميا او الانفلاميشن، وده نوع من برضه من البيرن نفس الكلام بس كبير. بيسموا المنظر ده ايه؟ بيسموه بول اي او عين الثور، تبقى نفس عين الثور بالظبط، عشان كده بيسموا المنظر ده بول اي ابييرنس او بول اي باتر. ليه؟ لانه متقسم لثلاثه زون، زون اوف كواجوليشن اللي هي المنطقه اللي في النص اللي هي السكيميك النكروزز او النون فايبل، والزون اللي حواليها اوف ستيزس دي بوتنشالي فايبل ممكن تلحقها لو عملت جود ريسيشن، وممكن تموت في خلال يوم او يومين لو انت ما عملتش جود ريسيشن. واخر زون اللي هي الزون اوف الهايبريميا او الريدنس والاديما، وديت بتبقى نتيجه ان الجسم بيعمل انفلاماتوري ريسبونس زي السوفت تيشو انجري كده، وديت بتريكفر في خلال اسبوع او 10 ايام. يبقى عندنا هنا الجزء او البيرن، قلنا بنتكلم على حاجه اسمها لوكال ريسبونس. اللوكال ريسبونس ده بيحصل في المايلد بيرن او السيفير بيرن عادي كده هيحصل لوكال ريسبونس مكان الحريق، لكن السيفير بيرن هيحصل فيها لوكال وهيحصل فيها سيستميك اللي هو الشوك. فاحنا بنتكلم الحين عن اللوكال ريسبونس. اللوكال ريسبونس قلنا بيعمل حاجه اسمها بولز اي باتر، ثلاث اجزاء شكل عين الثور، يا اما بتبقى جزء في النص اللي هو الزون اوف كواجيليشن ان هو نكروزس ماتت خلاص، حواليها زون اوف ستيزس دي اسمها بوتنشالي فايبل يعني لو عملت لها جود ريسيشن هترجع معاك، ما عملتش جود ريسيشن هتموت خلال يوم او يومين، واخر حاجه الزون اوف هايبريميا او الانفلاميشن، وديت بتاخد وقت لمده اسبوع او 10 ايام على ما تريكفر. ادي دكتور اتفضل حبيبي.
أحيانا يكون الرسبونس على شكل نفس الفقاعات. هنفض أنواع البيرن بقى الوقت إن بليسترز والحاجات دي فقاعات. إحنا بنتكلم على التيشو نفسه مش على الإبيديرمس من فوق شكله إيه. العمق بتاع البيرن شكله إيه. ثلاث ده أكتر جزء تضرر اللي هو نزل عليه مثلا الفاير أو نزل عليه المادة كيميكال أكتر جزء تضرر وكان عليه أكبر كونسنتريشن فده اللي مات نيكروزس. اللي حواليه ده اقل ضرر بوتنشيالي فايبل ممكن يعيش لو عملت ريستشن كويس بفلو او مانجمنت للبرن كويس. بعد كده الجزء اللي حواليه ده اللي هو الانفلاميشن العادي اللي انت بتلاقي دايما حوالين الحرق جزء احمر وهايبرينك وريدنس كده ده انفلاماتوري ريسبونس وده بياخد اسبوع ل 10 ايام على ما يريكفر. انما اكتر جزء متضرر هو الكواجوليشن زون او الجزء اللي هو حصل فيه نيكروزس وسكيميا ده الجزء اللي في المنتصف ده اكتر جزء خد نصيب من الاصابه سواء كان عليه دايركت فليم او هوت ليكويد نزل عليه او كان حتى كيميكال سبستنس ونزلت عليها خدت معظم كونسنتريشن في النص كده. يبقى 3 زونز زون اوف كواجيليشن زون اوف ستيزيس وزون اوف هايبرين. طبعا قلنا درجه الديجري اوف البيرن تاني بيكررها لك معتمد على درجه الحراره ومعتمد على ديوريشن اوف اكسبوجر ودايما بيبقى في سويلنج ومشكلة الجزء ده لما بيبدأ يحصل بيرن ان الجزء الانفلاميشن ده يبدأ يعمل حاجة اسمها زيادة الكابيلاري بيرميابيليتي ويحصل ارتريورال فاز دايلاتيشن نتيجة الانفلاميشن زي السوفت تيشو انجري بالظبط. يحصل ارتريورال فاز دايلاتيشن والكابيلاري تبدأ تعدي الفلويد كتير من جوه البلاد فيزل للتيشو تبدأ تخرج الفلويد. الفلويد ده او الووتر ده يتبخر نتيجة البيرن. تخيل انت جبت ووتر وحطيته على نار على فاير هيحصل فيه ايه؟ هيفابوريت. نفس الكلام هنا بعد ما الجسم يطلع الفلويد اكسترا سيلولر او اكسترا فاسكولر هتلاقي عشان درجه حراره التيشو عاليه تبدا تبخر الفلويد ولما تبخر فلويد يبقى انا بفقد فلويد ولما افقد فلويد هتدخلني في هايبو فوليوميك شوك وهي دي سيستميك ريسبونس اوف بيرن. دي سيستميك ريسبونس حصل ان هي هايبو فوليوميك شوك. عشان كده انا بقول لك السيستميك ما بيحصلش الا في السيفير بيرن. بيرن كبير عمقه كبير خرج فلويد كتير اتبخر في المكان فبالتالي هيفقد فلويد كتير ايفابوريشن تبخر فبالتالي هدخل في هايبوفوليميك شوك. عشان كده واحنا بنقول اسباب الهايبوفوليميك شوك قلت لك التروما او البليدنج فقد بلاد وقلت لك الفوميتنج والدايريا وقلنا من ضمنها البيرن برضه. بس ده فين؟ في حالات السيفير بيرن. في حالات المايلد بيرن هيبقى لوكال بس المنظر ده وخلاص. السكين هتلاقي عليه البيرن وتلاقي الشخص سليم الاي بي سي كله سليم وزي الفل. انما الثاني اللي فيه سيفير بيرن هتلاقي فيه لوكال ريسبونس ده اللي هو البولز اي ابييرنس وهتلاقي فيه مانيفيستيشن اوف شوك. فقلنا ان لما بيحصل البيرن والفلويد خرج فبيحصل ايفابوريشن اسرع من الطبيعي. يعني لو انا واقف في مكان حار روت وبفقد سويتنج عن طريق السويتنج لا ده 5 ل 15 تايمز اكتر من النورمال سكين. ليه؟ السكين درجه حرارته عاليه جدا وبيرنت محروق وقاعد يبخر في الفلويد اللي بيخرج من البلاد فيزل من البيرن تيشو فبالتالي يدخل في سيستميك ريسبونس. وزي ما قلنا السمول ووند او السمول بيرن فقط بتبقى لوكال ريسبونس اللي هو البين والريدنس والسويلنج ومفيش اي سيستميك افكت. لكن دايما اللارج بيرن دايما اللارج بيرن بتبقى فيها لوكال سيستم لوكال افكت وليها سيستميك افكت اللي هي السيستميك افكت اللي هي الشوك. نتكلم تاني بالتفصيل عن السيستميك ريسبونس تو بيرن. قلنا نفس الكلام ان حصل ارتريورال فاس دايليتيشن زادت البرميابيليتي اوف الكابيلاري خرجت فلويد لمكان البيرن من البلاد فيزل لاكسترا سيلولار تيشو بدات تتبخر عملت حاجه اسمها هايبوفوليميك شوك او اللي احنا بنقول عليها بيرن شوك. ده السيستميك ريسبونس بتعمل اعراض الشوك العاديه نقص الفلويد بخرته نقص الفلويد فبالتالي نقص الفينوس ريتيرن اللي جاي للهارت وبالتالي نقص الكاردييك اوتبوت وبالتالي زود الفاسكولار ريسيستنس وممكن تعمل رينال فيلير ومالتيبل اورجان فيلير زيها زي الشوك العادي خالص. هي هايبوفوليميك شوك بالنسبه لي. بقول لك الكلام ده ليه؟ بقول لك عشان لما تيجي تتعامل مع بيشنت بيرن ما تروحش تجري على المكان البيرن وتقعد تعالج فيها وتعمل له دريسنج وتغسله وتنسى ان البيشنت فيه لايف ثريتنينج ان هو هيموت بسبب الشوك مش هيموت بسبب البيرن اللي في ايده دي مش هيموت بسبب البيرن الحرق اللي انت شايفه ده مش هيموت بسببه
هو يموت بسبب حاجة أكبر اللي هي الشوك. عشان كده دايما بقولك أي حالة تقابلك في شغلك امشي بالترتيب اللوجيك A B C D، عمرك ما هتغلب وعمرك ما هتخسر حالة. ليه؟ لأنك لو جبت عين البيرن ده ونسيت شكل البيرن اللي في إيده ورحت عملت له A B C، هتيجي عند C هتلاقي البيشنت في ساين وسيمتوم أوف شوك، وهتعمل له ريسستيشن أوف شوك لأن ده لايف ثريتنينج، والبيشنت هيعيش معاك وبعد كده عمل له مانجمنت للبيرن اللي في إيده. ده مهم جدا يا جماعة، امشي بالترتيب اللوجيك عمرك ما تخسر أي حالة ولا هتمز منك أي حالة. انما لو جريت وتخضيت من منظر البيرن ورحت جريت عليها وقعدت تنظف له فيها وتعمل له دريسنج، هنعمل له بس بعد ما خلص اللايف ثريتنينج كونديشن. والبيرن السيفير بيرن من اللايف ثريتنينج كونديشن لانها بتعمل سيستميك افكت وبتدخل البيشنت في هايبوفوليميك شوك. البيشنت اوف بيرن يا جماعه بيموت بسبب الشوك، مش بيموت بسبب البيرن ولا اللوكال افكت اوف بيرن. الكلام ده يا جماعه تحفروه في الذاكره، مش بس للاختبار، تحفروه في دماغك، تحفروه في دماغك عشان الناس بتشوف البراميديكس بيشوف حاله البير يجري عليها ويقعد يعمل بصلاين وينظف ويحط سترايل دريسنج والبيشنت بيموت، سواء بيموت من هايبوفوليميك شوك او كان حصل له كمان انهيليشن انجري والاير واي بيسكر. عشان كده قلت لك ما تنساش في حاله في حالات قلت لك الانافلاكس وفي حاله البير الاير واي ممكن يقفل من انهيليشن انجري في الاثنين في الانافلكتيك وفي في البيرن. عشان كده قلت لك دايما اعمل ايرلي مانجمنت اوف اير واي، ولو محتاج انتوبيشن اعمل ايرلي انتوبيشن. الكلام ده يا جماعه حاجه زي اسمك كده لازم تحفظها يعني، ولازم تحفرها في ذاكرتك ان البيرن انجري مش هتعامل معاها لانها بيرن، هتعامل معاها كسيستميك افكت الاول اي بي سي واشوف اللايف سيلتنج، هتلاقي السي في مشكله وممكن تلاقي الايه الاير واي في مشكله كمان. هنتكلم النهاردة عن الثيرمال بيرن بس، المحاضرة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الكيميكال والإلكتريكال والراديشن. عايز أعمل بيرن إنجري كلاسيفيكيشن، أعرف أنواع البيرن، وأنا بعرف أنواع البيرن عايز أعرف المساحة بتاعت البيرن عشان أعمل لها كلاسيفيكيشن وعمق البيرن. يعني البيرن ده كبير واخد 10% من مساحة الجسم، 20% من مساحة الجسم، 50% من مساحة الجسم، وعمقه هل هو سوبرفيشال ولا بارشال ولا ديب؟ العمق بتاعه هيفرق عشان اقدر اقول لك البرن ده سيفير ولا مش سيفير. يبقى المساحه والعمق، السيرفيس اريا والديبس. ليه عايز اعرف الكلام ده بري هوسبيتال؟ عشان اعرف البروبر تريتمنت، هل البرن ده سيفير والحق اعمل ريسستيشن للبيشنت اللي انه هيدخل في شوك ولا لا. رقم 2 الترانسبورتيشن، هل البيشنت ده حاله عاديه برن عادي هوديه مستشفى عام وخلاص، ولا سيفير بيرن ولازم اروح بيرن سنتر؟ وده اللي احنا اتكلمنا عنه في الاول، ان البراميديك من اهم رول لي ان نحدد الديستنيشن او المكان اللي هيروح بيه البيشنت. مهم جدا يا جماعه، مهم ان البراميديك يعرف هو رايح فين بالبيشنت. فلو بيشنت بيرن عاديه خفيفه هروح مستشفى عام او مستوصف او مركز او اي حاجه، انما في سيفير بيرن يبقى هروح على بيرن سنتر، لان الموضوع مش هيبقى موضوع بيرن، الموضوع هيبقى فيه سيستميك افكت وهيبقى فيه شوك. يبقى لما باجي اعمل كلاسيفيكيشن اوف بيرن بدور على المساحه، الاريا انفولفمنت، والديبس، مساحه البيرن قد ايه وعمقه قد ايه. نيجي للديبس اوف بيرن، عمق البيرن. عندنا ثلاث انواع من البيرن، الجزئيه دي مهمه جدا، الديبس والمساحه البيرن مهمه جدا جدا جدا، مهمه في الاختبار ومهمه في شغلك. البيرن يا بيبقى سوبرفيشال فوق خالص في الابيديرمس، يا اما بارشيال سيكنس نص نص، او فول سيكنس واخد السكين كله بالديرمس بالابيديرمس بكله سبكتينس تيشو، اللي احنا بنقول عليهم فيرست ديجري بيرن حرق درجه اولى، سكند ديجري بيرن حرق درجه ثانيه، او ثيرد ديجري حرق درجه ثالثه. مهم جدا يا جماعه، يبقى هقول حسب العمق هقول عليه فيرست او سكند او ثيرد ديجري بيرن، حرق من الدرجه الاولى، حرق من الدرجه الثانيه، حرق من الدرجه الثالثه. يبقى سوبرفيشال بارشيال سيكنس او فول سيكنس واخد السكين بالكامل نازل لحد السبكتينس تيشو. اول وتاني واحد عادي بيهيل وبيرجع زي الفل وبيبقى مش محتاج اي جراحه ولا سيرجري ولا اي حاجه. الفول سيكنس دايما ده عشان السكين تقريبا اتاكل خالص ما عادش موجود، فبيحتاج سيرجري وبيحتاج جرافت. جرافت يعني تقطيع، يعني اخد جزء من الجلد مثلا وليكن من الانر بارت اوف السايد وبحطها مثلا لو هي على الهاند، باخد حته من السكين دي واعمل له جرافت او ترقيع وبحط له على مكان البير جرافت او جزء من السكين سليم. ليه؟ لان خلاص السكين فول سيكنس تاكل كانه جزء فقط وخلاص من الجسم ما عادش موجود، فبالتالي لازم
ادور للبيشنت على اي سكن بيجيبوه غالبا من انر بارت اوف الساي عشان مش مكان مش باين او مش واضح، وبياخده وبعمل له ترقيع على الجزء البيرنت ده. انما السوبرفيشال والبارشال بيهيل لحاله وزي الفل ومش محتاج جراحه. ناخدهم واحده واحده كده. اول حاجه السوبرفيشال بيرن او اللي احنا بنقول عليها حرق من الدرجه الاولى فيرست ديجري بيرن، دي عباره عن ايه؟ بينفول ريد دروي، بينفول مؤلمه. تخيل انت اتلسعت مثلا او حرق بسيط خالص، او اللي احنا الصن بيرن اشهر مثال حرق من الشمس، عباره عن ايه؟ ريد وبتبقى بينفول، ودراي دراي جافه مفيش مش ويت، ولو ضغطت عليها بايدك تبلانش يبقى لونها ابيض. سببها ايه الفيرست ديجري بيرن دي؟ يا اما تعرضت لدرجه حراره عاليه بس في لحظه شورت ديوريشن، او تعرضت لدرجه حراره منخفضه بس برولونج ديوريشن. يعني يا اما درجه حراره مثلا 55 وفضلت حاطط ايد عليها دقيقتين ثلاثه، او مثلا هوت ووتر درجه حراره 55 ونزل على ايدي فتره طويله، او العكس درجه حراره 75 او 80 بس لحظه بس لحظيه، يبقى يا اما درجه حراره منخفضه لفتره طويله او درجه حراره عاليه لفتره منخفضه. ده هيعمل لك الفيرست ديجري بير. بينفول ريد دراي، مهمه جدا دراي دي، كلمه دراي دي دايما هي الحل عشان تقول لك ان دي فيرست ديجري بير، كلمه مميزه جدا. ولو ضغطت عليها اللون الاحمر ده هيبقى ابيض، لو انا ضغطت عليها بالاصبع كده هتلاقي اللون الاحمر ده بيبلانش بيبيض. الحرق الفيرست ديجري ده واخد الابيديرمال بس، واخد الابيديرمس بس، وبيهل لوحده ما بيسيبش اي سكار، بس يومين ثلاثه وهتلاقيه خف لوحده ريكفرد لوحده. ده موجود في اشهر مثال ليه الصن بيرن. يبقى يا جماعه عندنا اول حاجه خالص او اول نوع من انواع البيرن احنا بنتكلم من ناحيه العمق. احنا عندنا هنقسم البيرن من ناحيه العمق ومن ناحيه المساحه. من ناحيه العمق ان اول حاجه الفيرست ديجري بيرن او السوبرفيشال بيرن ده واخد الابيديرمس بس، بيبقى عباره عن ايه؟ ريد بينفول هوت دراي دراي، مهمه جدا الكلمه دي دراي عشان لو جات لك سيناريو في الاختبار كلمه دراي دي كونكلوزيف او تقول لك ان انا فيرست ديجري بير، ولو ضغطت عليها بلانش. ميزتها ان هي بتهيل لوحدها مش وما بتسيبش اي سكار، ما بتسيبش اي علامه مكانها، وبس يومين لثلاثه وبتخف لوحدها زي قلنا الصن بيرن